حراك سياسي تشهده مصر قبل أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي الانتخابي. أحزاب وقوى سياسية تؤيد ترشيح أحمد شفيق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بانتخابات 2012 التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي المقابل أحزاب يسارية ومعارضة تعلن توافقها على دعم المرشح الرئاسي السابق المحامي خالد علي. إعلان أي شخص للترشح للانتخابات حيثير حوار سياسي، ناس مع ناس ضد، ناس موقفها محايد. أي تحالف سياسي سواء أحزاب بتعمله زي أحزاب التحالف الديمقراطي، هي أحزاب كلها محسوبة على ثورة يناير وعندها مطالب ديمقراطية، ده بيحرك المياه الراكدة. احنا داخلين معركة بغض النظر بقى عن انت بتؤيد خالد علي ولا لا او كده، احنا داخلين معركة انه المجال السياسي لازم يتفتح. وبرغم هذا الحراك الا ان تيار الاسلام السياسي الذي فاز بانتخابات 2012 وفي مقدمته الاخوان والسلفيون مستبعد من حسابات المعارضة السياسية وبورصة ترشيحات الانتخابات الرئاسية التي انضم لها كذلك محمد السادات عضو مجلس النواب السابق. اعتقد ان دي مرة تبقى صعبة، مسألة ان لجوء القوى العلمانية المعارضة لتحالف مع جماعات اسلام السياسي بصفة عامة، ده مش هيتم برضو بشكل معلن ان حدث، لان لازال بقايا الاستقطاب الديني اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت في مصر لازال موجود من سنة 2013، ده ازداد. كمان بعض المرشحين اللي هيحزبوا على القوى العلمانية عندهم خطاب سياسي متبني النهج العلماني، فمساحة التوافق ما بينهم وبين قوى الاسلام السياسي هتبقى ضعيفة جدا، وده بيعرض البعض اللي بيضطر ان هو يعني يشوف ان الحسابات الانتخابية ممكن يبقى ده كويس ليه، انه يحصل حملات مضادة وحملات تشويه اخرى. اعتقد ان هم هيحاولوا قدر المستطاع ان هم ينقوا بنفسهم عن هذه الحملات، فمش هيلجأوا بشكل برضو معلن للتحالف مع الجماعات الاسلامية. ووسط هذه التكتلات وتحركات المعارضة التي تسعى للاتفاق على مرشح رئاسي يخوض الانتخابات القادمة، ترتفع أصوات بمقاطعتها لعدم توفر الضمانات الكفيلة بتحقيق منافسة متكافئة للرئيس السيسي. بوادر حراك سياسي يقود إلى تحالفات عدة لتجميع قوى المعارضة المنقسمة لدعم مرشحين يخوضون سباق الانتخابات الرئاسية، رغم تشكيك البعض في فرص نجاحهم أو توافر ضمانات نزيهة لإجراء هذه الانتخابات. من القاهرة هشام مناع، اليوم على الحرة.